طيب نقول بسم الله. هو ايه المتوقع يا حبايبي في الجمل اللي تشوز؟ يعني هو هيسألني ازاي في الجمل بتاعة الفوكاب في الاكزام؟ ده سؤال مهم جدا. هو ازاي هيسألني في الجمل الخاصة بالفوكاب بتاع الامتحان؟ الجمل الخاصة بالفوكاب بتيجي على اكتر من طريقة. كل طريقة ليها أسلوب معين في التعامل. النصيحة العامة عشان أتعامل مع الفوكاب بشكل كويس هي إن أنا أكون عارف الكي فوكابلري. يعني ده السر. طيب برضه يا مستر معلش، هو هيسألني إزاي؟ أول أسلوب أو أول طريقة ممكن واضع الامتحان يختبرك فيها في الفوكاب هو السؤال عن هجاء الكلمات أصلا. طب وده يا مستر بعد إذنك ممكن إزاي يسألني عن هجاء الكلمات في الامتحان؟ يعني ده هتيجي ازاي؟ هيسألني ازاي؟ هقول لك يسألك ازاي. هيقوم جاي يعمل لك كده. ثانية واحدة. يقوم جاي يقول لك كده. مثلا I tried to help Ali, but it was in not. طيب بقى will then فين. طيب هفترض بس ان دي كلمه كانت جديده عليكم مثلا، يعني الجمله معناها انا حاولت اساعد علي ولكن كان بدون جدوى. بدون جدوى معناها it was in vain، اللي هي دي vain vain it was in vain، يعني بدون جدوى. طب ايه اللي هو عمله؟ اللي هو عمله اللي هو جاب لك اربع كلمات قريبه شويه في الكلمات مع بعض، قريبه في الحروف مع بعض. فانا لازم مع الكلمات اللي هي بتساوي بعض كده في الحروف، حروف قريبه من بعض، لازم انا اكون واخد بالي، لازم انا اكون واخد بالي. بمعنى جمله تانيه يقول لك علي is a not. He tries tries to protect the environment. بقول لك بقى conservationist. conservationist. Conservation, conversation. فلو خدت بالك ان الكلمات دي كلها قريبة من بعض في الهجاء، كل الكلمات دي قريبة من بعض في الهجاء. القصة في ايه؟ القصة انه جايب لك مرة conversation ومرة conservation والاسماء منهم. اولا ما دام علي از ايه، يبقى انا محتاج اسم شخص، اسم شخص منتهي ب اي اس تي، ده كلمه تدل على اسم الشخص. بس هل هي بقى conversation اللي جاي من conversation المحادثه،
ولا من conservation اللي جايه من conservation اللي معناها حفظ او رعايه؟ هي ايه فيهم؟ اكيد طبعا معناها حفظ او رعايه. فعلي is a conservationist. conservation اللي معناها حفظ، جاي من كلمه من الفعل conserve اللي معناها يحفظ. اوكي، يبقى هنا دي حاجه ممكن يشتغل عليها اللي هو الحجاء بتاع الكلمات conservationist. اوكي، دي اسلوب. الاسلوب الثاني هو السؤال عن عائلة الكلمة. وده ازاي؟ يوم جاي جايب لك اربع كلمات شبه بعض بس بنهايات مختلفة. يعني ايه؟ يقول لك بقى the factors are qualified. جملة تانية the factory closed leaving some people not. جملة تالتة there is now not due to corona virus. وفي الاختيارات كلها يوم جاي لك ايه بقى؟ employ employer unemployment unemployable. يعني هعمل ايه؟ الكلمات كلها شبه بعض، الاختلاف فقط في النهايات. لما يجي لي سؤال عن عائلة الكلمة لازم أسأل نفسي سؤال مهم، هو ايه موضع النقاط؟ يعني هل انا محتاج في النقطة فعل ولا اسم ولا صفة ولا حال؟ وكنت انا محتاج اسم، محتاج اسم يشير لشخص زي موظف، ولا اسم يشير لشيء زي توظيف؟ طب انا بقول لك ايه المصنع مؤهلين، لو خدت بالك ان النقط هنا جايه بعد الاباسترو في اسم بتاعت الملك، يبقى اذا انا عايز هنا اسم. وعرفت منين ان انا عايز من هنا اسم؟ بكل بساطه عندي اباسترو في اسم اللي كان بيجي بعدها اسم. طب ايه من الكلمات ديت عندي اسم؟ عندي employees اسم، unemployment اسم، ما هو دي معناها موظفين وده معناها بطالة. يبقى اذا هل بطالة المصنع مؤهلين ولا عمال المصنع؟ اكيد عايز اسم شخص اللي هي employers. اوكي، يبقى ده شكل. الشكل الثاني بقى اللي هو في المثال الثاني of course، لو هنا بقى بيقول لك the factory closed leaving 50 or some people not. برضو لازم احدد ايه نوع الكلمة اللي انا عايزها، هل انا عايز اسم ولا صفة ولا فعل ولا حال؟ طب نبص ايه اللي قبل النقط، some people اشخاص. طب ايه اللي قبل اشخاص، leaving يترك. الفعل leave من اهم مميزاته ان بيجي بعديه شخص او بيجي بعديه مفعول وبعد كده صفة. يعني leave دي بيجي بعدها الناس دي اللي هي مفعول، وبعد المفعول بجيب صفر. عظيم يا مستر. طب مين الصفه اللي هنا يا مستر؟ الصفه اللي هنا عندي صفتين، عندي unemployed و unemployable. طيب ايه الفرق ما بين الصفتين؟ هنقول دايما وابدا لما بتلاقي صفه منتهيه بايدي لازم يكون في قرارة ذهنك ان الشخص متاثر بالفعل. يعني ايه؟ يعني انا لما بقول لك المصنع قفل وساب 50 شخص اكيد سابهم غير موظفين. امال unemployable دي معناها ايه؟ معناها غير قادر على التوظيف. يعني ايه يا مستر غير قادر على التوظيف؟ يعني ليس لديه المؤهلات ولا المهارات التي تمكنه من التوظيف. طب المصنع قفل
وساب ناس ما عندهاش مؤهلات، ولا ساب ناس مش موظفة بالطبع وساب ناس مش موظفة. فعشان كده the factory closed leaving some people، الجملة هنا هيبقى الاختيار unemployed. عظيم يا مستر. طيب there is now، لان قلنا طبعا احنا محتاجين هنا صفر. There is now نقط، يوجد الان ايه بسبب كورونا فيروس. ما دام يوجد يبقى انا محتاج اسم، ما هو there is هيجي بعدها اسم. فانا عندي حاجه من الاثنين، يا اما employers يا اما unemployment. طب انا هختار مين؟ هو يوجد ايه؟ يوجد موظفين بسبب كورونا ولا يوجد بطاله؟ اكيد في بطاله بسبب الكساد اللي عملته كورونا فيروس. طب بطاله يعني ايه؟ يعني ان ام بلوي مان. في حاجه مهمه جدا جدا هتساعدك على فهم الجزئيه دي بشكل افضل. اولا النهايات الداله على اسماء الاشخاص ST زي scientist، دي نهاية لما بشوفها بعرف ان لو مش عارف معنى الكلمة ان ده اسم شخص. OR زي visitor، ER زي farmer. لما بشوف بقى IST، لما بشوف OR زي visitor، لما بشوف ER زي farmer، لما بشوف CIAN زي musician اللي معناها موسيقي، او electrician اللي معناها كهربائي، لما بشوف المقطع انت زي accountant اللي معناها محاسب، يبقى انا حتى لو مش عارف معنى الكلمه فانا في قرارة نفسي عارف ان الكلمه دي نوعها اسم يدل على شخص، وده ممكن يسهل عليا حاجات كتير في اللي تشوز. طيب دي من ضمن نهايات الاشخاص. طب بقى في نهايات داله على اسماء الاشياء. عندي تي اي او ان زي نيشن، امه، اس اي او ان زي فيجن رؤيه، تي يو ار اي زي نيتشر طبيعه، اس يو ار اي زي تريجر كنز، ام اي ان تي زي امبلويمنت ديفلوبمنت اللي معناها تطوير، عندي سي واي زي اكيورسي اللي معناها دقه، عندي تي واي زي ability اللي معناها قدرة، عندي NESS زي happiness اللي معناها سعادة. كل النهايات دي نهايات دالة على أشياء. عندي F زي belief اللي معناها اعتقاد، زي proof اللي معناها إثبات. عندي CE زي occurrence اللي معناها حدوث. فكل دي نهايات بتشير لأشياء، فلو مش عارف معنى الكلمة هقدر أتعامل مع الجملة، لأني عارف إن الجملة دي ممكن تكون عايزة اسم شيء، فأنا من الأربع كلمات أختار فيها سي إي مثلا، حتى لو مش عارف المعنى، يعني حتى لو أنا مش عارف المعنى. أوكي، في نهايات دالة على صفات. إن جي زي interesting، إي دي زي bored، إف يو إل زي useful، إل إي إس إس زي useless، able زي employable. عندي مثلا IVE زي sensitive اللي معناها حساس. عندي BLE زي sensible اللي معناها حكيم. فأنا لما بشوف النهايات دي زي مثلا CIAL زي social اللي معناها اجتماعي، TIAL زي influential اللي معناها مؤثر، فأنا لما بشوف النهايات دي لو مش عارف معنى الكلمة عارف إن أنا عايز صفة فخلاص فهختارها. فده لما بيجي يسألني عن عيلة الكلمة، طبعا نهاية الحال المنتهية بـ LY ودي معروف. يبقى دي القاعدة العامة اللي انت لازم تتعامل بيها وانت بتتعامل مع سؤال لتشوز. النوع الثالث من اسئلة لتشوز بقى ان هو يكون جايب لك كلمات مختلفة تبع لمعنى الجملة،
وده برضه معتمد على حفظك للكي فوكابلري، ده معتمد على حفظك للكلمات الرئيسية المفتاحية اللي موجودة عندك في الملف اللي أنا سايبه لك. يبقى دي بالنسبة لكيفية التعامل مع سؤال لتشوز الجزء الخاص بالفوكاب، الجزء الخاص باللغويات. طيب نيجي بقى لكيفية التعامل مع سؤال لتشوز الجزء الخاص بالجرامر. كيفية التعامل مع أسئلة الجرامر. أهم مبدأ، أهم مبدأ وأنت بتتعامل مع الجرامر الحرص، كل الحرص على اتباع سياسة التوافق. يعني ايه يا مستر اتباع سياسة التوافق؟ الحرص، كل الحرص على اتباع سياسة التوافق، التوافق الزمني. يعني ايه التوافق الزمني؟ يعني انا معلش عندي جملتين، عندي جملتين، الجملة الأولى مضارع، يبقى الجملة اللي قصادها يا إما إن هي مضارع يا إما إن هي مستقبل. الجملة الأولى ماضي، يبقى الجملة اللي قصادها ماضي. وعشان حد ما يفهمنيش غلط، في اكسبشنز هنقولها دلوقتي، في استثناءات، بس مش ده الموضوع. الموضوع إن الأول تحفظ البيسك رول، القاعدة الأساسية، إن هو يبقى فيه توافق. مثلا يعني مثلا لا يليق اطلاقا ان هو يكون قايل لك كده I not to take a taxi as I was late. وبقول لك بقى اختار ما بين must have to do had to، وانت تقعد تقول بقى لا اصل ده الزام داخلي فانا هجيب ماست، لا ده دي ضروره خارجيه فانا هجيب هاف تو. فين العقل؟ العقل فين وانا بتعامل مع الجمله دي؟ انت عندك بشكل واضح وصريح وبشكل قطعي عندك فعل اسمه واز، عندك فعل اسمه واز، الفعل ده زمنه ماضي، وما دام ان الفعل ده زمنه ماضي تبعا لسياسة التوافق الزمني، الفعل اللي قصاد الواز لازم يكون ماضي، اللي هو بالطبع had to. لا هي must بقى ولا have to ولا needs to ولا need to. انت باتباع سياسة التوافق في جمل كتيرة جدا تقدر تحل اي جملة انت عايزها. يعني لما يجيب لك جملة ويقول لك كده while I not my homework my father will be watching TV. طبعا المتسارع اللي فيكو هيعمل ايه يا مستر؟ while من ضمن الكلمات الدالة على الماضي المستمر وبيجي عليها زمن ماضي مستمر، فأكيد أنا هختار was doing. دي إجابة، أو am doing دي إجابة، أو did دي إجابة، أو have been doing إجابة. فين دماغك وانت بتختار واز دوين؟ دماغك راحت فين؟ اين التوافق؟ الجملة عندي will be watching زمن مستقبل، مادام زمن مستقبل في الجملة التانية اول حاجة لازم تعملها انك هتشيل الديد وهتشيل الواز دوين. ما هو مفيش مستقبل هيتوافق مع المضارع، المضارع يتوافق مع مضارع زيه يتوافق مع مستقبل، فبالتالي انا بقول وانا بعمل واجبي ابويا هيكون بيتفرج على التلفزيون، يبقى ده حدثين هيستمروا في نفس الوقت مع بعض في المستقبل،
فلازم واحد مضارع مستمر والتاني مستقبل مستمر. المهم تبعا لسياسه التوافق انت شلت اختيارين، وواضح بقى الجمله ان الاختيار اللي هو هاب بين جوين اللي هو زمن مضارع تام مستمر بيعبر عن حاجه بدات في الماضي برضه مش هينفع. انا بقول وانا بعمل واجبي ابويا هيكون بيتفرج على التلفزيون، فبالتالي الاختيار while I am doing. هذا هو التوافق. طب هل لقاعده التوافق استثناء؟ اه لقاعده التوافق استثناء. ايه هو؟ عندك رابط وحيد فقط بيكسر قاعده التوافق. هذا الرابط هو سنس. ليه؟ لان سنس بيجي قبلها فاعل زائد فاعل زائد have او has زائد تصريف ثالث، بعد كده since، بعد كده ماضي بسيط. يعني since الرابط الوحيد اللي بيجي قبليه مضارع تام وبيجي بعديه ماضي بسيط. يعني مثلا تقول I haven't seen علي since I was in Alex. أنا ما شفتش علي من ساعة ما كنت في اسكندرية. هذا هو توافق. توافق ليه؟ أنا عندي هنا ده كسر للتوافق عفوا. أنا عندي هنا haven't و haven't ده زمن مضارع تام، haven't seen ده زمن مضارع تام، وبعد كده since وبعد كده ماضي بسيط. يبقى سنس الرابط الوحيد اللي بيكسر قاعدة التوافق هو الرابط ده اهو اللي للأسف مش هتشوفه كتير. It is time we not home. واختار بقى go went going had gone. اصلا اتس تايم ده برضه بيكسر توافق. ليه؟ حان وقت الذهاب للمنزل. الاكسبريشن ده بيجي بعدين ماضي بسيط اصلا. يبقى اتس تايم وي ونت هوم. اتس تايم وي ونت هوم. حان الوقت للذهاب الى المنزل. ففي عندي حاجات بتكسر التوافق اه، بس ده الاكسبشن، ده الاستثناء. انما القاعده العامه بتقول لك ان لازم يكون في توافق زمني. زي ما القاعدة العامة بتقول لك وانت بتتعامل مع تو في الجرامر بيجي بعدها فعل في المصدر. I school learn ده فعل في المصدر، بس في استثناء يا رجل، يعني في be used to، في in addition to، في look forward to، في contribute to، في object to. من اشهر الحاجات اللي عندك في المنهج بيجي بعدها فعل في اخره ing. فانت لو مش يقظ، لو مش فطن للكلام ده هتتصرف ازاي؟ يعني انا لو مفيش يقظه لمثل هذا الكلام كيف لي ان اتصرف؟ القاعدة العامة العريضة بتقول لك إن أي حرف جر في الإنجليش بيجي بعديه اسم أو فعل في آخره أي إن جي. الاستثناء إن تو بيجي بعدها فعل في المصدر. استثناء الاستثناء إن بعض التعبيرات بيبقى فيها تو وبيجي بعدها أي إن جي. زي ما برضه حاجة عندكم في المنهج. خلي بالكوا أنا بشتغل على التريكات بقى، مش بشتغل على أي شرح للمنهج. يقول لك كده My teacher encourages my teacher encourages us not hard. بقول لك بقى اختار working to work that work work it. الوضع الطبيعي اللي انت عارفه ان encourage بيجي بعدها مفعول وتو المصدر. عشان كده الاجابه بتاعت الجمله الثانيه my teacher encourages us
to work hard. أن نعمل بجد. أي فعل بيجي بعديه مفعول وتو والمصدر زي encourages زي advice اللي معناه ينصح. لو مفيش مفعول بيجيب ing. دي اليقظة بقى. يعني my teacher encourages working. دي حاجة لازم أنا أكون واخد بالي منها وأنا بتعامل مع الجرامر. حاجة تانية وأنت بتتعامل مع الجرامر مهمة جدا، يجب الحرص كل الحرص على التكوين الملائم للصيغة النحوية. يعني يا مستر يجب الحرص كل الحرص على التكوين الملائم للصيغة النحوية دي؟ يعني ما ينفعش انك تحكم على جملة غلط وانت اصلا مش عارف تكوينها ايه. يعني هو مثلا ما ينفعش اني بقول لك مثلا I bought some bread although I bought اختار. هو بقى بيقول لك تختار. didn't have to didn't need to needn't have to. على فكرة كلهم فون باي، يعني didn't have to buy didn't need to buy needn't have to buy needn't have book. ما ينفعش انك تتول وتقول لي طب وانا اختار didn't have to ولا انا اختار needn't have to. ليه؟ اذا كان شغل الصيغه انا مش مركز فيها. اصلا الصيغه دي جراماتيكال غلط. الصيغة دي جراماتيكال غلط، دي غلط. مفيش حاجة اسمها needn't have to. هي الصيغة يا إما didn't have to يا إما needn't have والتصريف التالت. أما وإني ما كنتش مضطر لفعل شيء وعملته بجيب needn't have والتصريف التالت، فالإجابة needn't have both. فدي حاجة لازم أنا أكون واخد بالي منها. التكوين الملائم للجرامر من اهم الحاجات اللي انا لازم اكون بالي واخد بالي منها. انا لازم اكون حافظ شكل القاعده اصلا، يعني شكل القاعده لازم اكون حافظها قبل ما اقول دي صح او دي غلط. يعني مثلا بيقول لي كده I would buy a car not I would have bought a car. ولك بقى اختار يا سيدي. Where I to have تكملت الجملة هنا enough money يعني فلوس كفاية. تكملت الجملة هنا برضو enough money. Had I had a hat. لو انت مش حافظ شكل بدائل F فدي برضه مشكلة. ليه؟ عشان الصيغة دي جراماتيكال صح. ايه الصيغة دي جراماتيكال صح؟ ايه where I to have ديت؟ where I to have دي لان الوير دي بديل لاف في الحاله الشرطيه الثانيه. طب ايه قاعده وير دي؟ ان وير بيجي بعدها فاعل وتقول مصدر، فانت لازم تكون فاطن، لازم تبقى واخد بالك ان هاد اي دي صيغه منضبطه وهي بديل لاف في الحاله الثانيه، ولازم تبقى واخد بالك ان اي هاد اي هاد دي صيغه منضبطه ودي بديل لاف في الحاله الشرطيه الثالثه. فلما يقول لك حاله شرطيه ثانيه لا يضيق انك تجيب اي حاجه لها علاقه بالثالثه.
يعني هاد اي هاد دي ما تنفعش، انا عندي وود والمصدر. يبقى اذا اجابه الجمله الثانيه او اجابه الجمله الاولى ديت حاجه من الاثنين، يا اما وير اي تو هاف اللي معناها لو كان معايا فلوس، يا اما هاد اي هاد اي دي برضه يا اما معايا فلوس، والاثنين دول بيساووا ايه بقى؟ بيساووا اف اي هاد اذا كنت امتلك. فقال لك ان ممكن هاد بتحل محل اف في الحاله الشرطيه الثانيه، بس انت هتشيل اف وتجيب هاد مكانها في الاول، فبقت هاد اي. او انت بتجيب وير مكان اف في الحاله الشرطيه الثانيه، بس وير بيجي بعدها فاعل وبعد كده تو والمصدر، فبقت وير اي تو والمصدر. هنيجي هنا بقى وود هاف بوت، يبقى انت محتاج حاله شرطيه ثالثه. حاله شرطيه ثالثه مش متوفره غير في هاد اي هاد، والملائم للقاعده هاد اي هاد دي بتساوي ايه؟ بتساوي اف I had had إذا كنت أنا أملك. يبقى had I had بتساوي if I had had معناها لو أنا كنت أملك، ودي حالة شرطية ثالثة. كل الكلام ده لازم أن نكون مركزين فيه، لازم أنك تتعامل مع الجرامر بسلاسة. وأهم نقطة التوافق الزمني، لازم تبقى واخد بالك من المعنى. يعني ايه لازم اكون واخد بالي من المعنى؟ يعني ممكن يكون جايب لي جمله واحده مثبته وواحده منفيه وهم نفس القاعده، فانت تبقى خلي بالك هو عايز اثبات ولا هو عايز نفي. دي من اهم الحاجات برضه اللي انت لازم تكون واخد بالك منها. انا اقول لكم حاجه يعني اوت اوف ذا بوكس شويه، اللي هي اف ميكسد كونديشنال، اللي هي اف الحاله الشرطيه المختلطه. انا مفترض انك مذاكر قواعد اف الاربعه، الحاله الصفريه مضارع بسيط مضارع بسيط، الحاله الاولى مضارع بسيط وين والمصدر، الحاله الثانيه ماضي بسيط وود والمصدر، الحاله الثالثه ماضي تام وود هاف والتصريف الثالث. انا مفترض فيك كده، يعني انا مفترض فيك انك مذاكر الكلام ده. ليه؟ عشان لما اجي اقول الحاله الشرطيه المختلطه تبقى انت واخد بالك هو يعني ايه يا مستر حاله مختلطه. الحالة المختلطة دي اللي هي خليط من الحالة الشرطية التانية والحالة الشرطية التالتة، من التانية والتالتة. وده ازاي يا مستر؟ يعني وده ازاي؟ ده لو كان احد طرفي الشرط عكس الحاضر والاخر عكس الماضي. برضه انا مفترض انك مذاكر حالات اف. يعني ايه؟ انا بقول لك انت لو كنت رتبت اوضتك امبارح كانت هتبقى نظيفة النهارده. دايما وابدا وانت بتتعامل مع الافتراض اي قاعده افتراض بتنزل درجه. يعني ايه؟ مش فاهم مش فاهم. يعني انا بقول لك افترض ان احمد موجود دلوقتي، يعني قبل ما اشرح المثال ده لانه هيبقى مهم في شرح المثال ده، انا بقول لك انا اتمنى ان احمد يكون موجود دلوقتي. اي ويش احمد وات ناو. ما تقوليش بقى انا عندي ناو فانا اقول احمد از. طبعا الكلام ده غلط، انت عندك قاعده تمني، فانت بتتمنى حاجه في الحاضر الحاجه دي مش موجوده، لازم تجيب ماضي بسيط. اي ويش احمد واز اوير، اللي تنصح على فكره لان في حاله الافتراض او التمني بتجيب وير مع كل الضمائر. يا مستر ده انا عندي ناو. يا حبيبي ده افتراض، والافتراض بتنزل درجه. لو بتفترض شيء في الحاضر بتنزل درجه فيبقى ماضي، ماضي بسيط. لو بتفترض شيء كان ممكن يحصل في الماضي بس هو اصلا ما حصلش بتنزل كمان درجه، بتبقى ماضي تام. فانا لو قلت لما انا اقول لك بقى انت لو كنت نظفت اوضتك امبارح واقع الامر انت ما نظفتهاش، يبقى انا بفترض شيء لم يحدث في الماضي. فانا لما افترض شيء في الماضي بنزل درجه كمان، بنزل درجه، يبقى هي كانت ماضي انزل درجه تبقى ماضي تام. فتبقى if you had tidied، يبقى الشرط ده والافتراض ده كان في الماضي فاستخدمنا الماضي التام. طب بقول لك بقى كان هيبقى شكلها نضيف النهارده. النهارده مضارع. يبقى انا هنا بفترض عكس المضارع. بفترض عكس المضارع. ما دام افترضت عكس المضارع لازم تنزل درجه من المضارع فتبقى ماضي بسيط، يبقى ود لوك. فدي بقى بقت حاله مختلطه. لما يبقى احد الجملتين افتراض في الماضي والجمله الثانيه افتراض في الحاضر، ويبقى اعطيني من المؤشرات ما يدل ان كان ده افتراض في الماضي او كان ده افتراض في الحاضر. اخر نقطه، اخر نقطه هقولها
دلوقتي لما يبقى في حقيقة بتكلم عنها بشكل عام، بشكل عام بستخدم الحالة الشرطية الصفرية. يعني ايه؟ انا بقول لك if you put water in the fridge it freezes، لو انت حطيت مية في التلاجة هتتجمد، دي حقيقة مفيش اي مشكلة. قال لك بقى الحقيقة دي لو انت خصصتها في ظرف معين او في موقف معين او في وقت معين او لفاعل معين، الحقيقة دي بتتحول لاحتمال. يعني ايه؟ يعني انا بقول لك if you put this water in the fridge it will freeze، يا مستر مش دي حقيقة؟ والحقيقة بتبقى حالة شرطية صفرية، يعني مضارع بسيط مضارع بسيط. اه يا حبيبي دي حقيقة ودي حالة شرطية صفرية، مضارع بسيط مضارع بسيط لو انت بتتكلم بشكل عام. انما انت حددت مية معينة، مجاز المية المعينة دي، المية اللي انت حددتها دي ما تتجمدش لأي سبب ما او لآخر، جايز النور يقطع، جايز الفريزر مش شغال، التلاجة مش شغالة، جايز تقع في قلب التلاجة. يبقى أنا هنا لو انتقلت من التعميم لظرف معين أو موقف معين بتستخدم مع الحقيقة اللي من وجهة نظرك دي الحالة الشرطية الأولى. عشان كده بقت if you put this water in the fridge it will freeze. If I feel hot، لو أنا حاسس بالحر I take a shower، دي عادة، عادة بشكل عام فبستخدم الحالة الشرطية الصفرية. طب انا قلت لك if I feel hot tomorrow، لو انا حسيت بالحراره بكره، ما ده احتمال، ما جايز ما احترمش بكره، ما جايز ما احترمش فمش هاخد دش. فلما بتحدد وقت او فاعل او ظرف الحقيقه بتتحول الى احتمال. بص بقى، اي فعل ناقص، اي فعل ناقص ليه ثلاث صيغ، صيغه بسيطه وصيغه مستمره وصيغه تامه. يعني ايه؟ انا بقول لك you should study، يبقى انا هارد، يبقى انا بنصحك بشكل عام انك لازم تذاكر بجد. قال لك الفعل الناقص اللي هو شد ده ممكن يجي بعديه فعل وفي اخره اي فعل، في اخره اي ان جي قبليه بي. يعني انا اقول لك كده يو شود، او مش هقول لك كده، اقول لك في شكل سؤال واي، ما هي الجمله اهي، انا بقول لك اهو واي ار يو، وات ار يو دوين هير، انت بتعمل ايه هنا؟ You not your homework now. هنزلها لكم تحت عشان تبقى شكل الاختيار. أنا بقول لك أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت لازم تعمل واجبك دلوقتي. Should have done ولا should do ولا should be done ولا should be doing. أنا بقول لك أنت بتعمل إيه؟ من المفترض في الوقت اللي أنت بتلعب فيه مثلا تكون بتعمل حاجة تانية، فدي في صيغة تامة، كان من المفترض إنك بتعمل حاجة بتتم أثناء ما أنت كنت بتعمل حاجة تانية، فدي حاجة اسمها صيغة مستمرة. فأنا لما أقول لك you should be doing your homework، أنت كان لازم تعمل واجبك، واقع الامر انت لا تقوم بعمل الواجب، يعني في الوقت ده انت لا تقوم بعمل الواجب، فانا بلومك على حاجه انت ما بتعملهاش دلوقتي. لاحظ ان انا بلومك او بنتقدك على حاجه انت ما بتعملهاش دلوقتي. ليه؟ لان انا لو قلت لك you should have done your homework معنى كده انك رحت المدرسه والمدرس اشتكى منك وزعلك خالص خالص، فانت ابوك بيقول لك انت يا ابني كان لازم تعمل الواجب بتاعك بس انت ما عملتوش. يبقى should have والتصريف الثالث معناها كان يجب ان يحدث شيء ولم يحدث في الماضي. should be فعل في اخره اي ان جي، من المفترض انك تكون بتعمل حاجه دلوقتي وانت ما بتعملهاش. اي فعل ناقص ليه الثلاث صيغ دول، يا اما صيغه بسيطه، يا اما صيغه تامه، يا اما صيغه مستمره، على حسب اللي موجود عندك في الجمله. وبكده انا اكون اديتكم معظم النصايح الخاصه بالاجزام، ازاي انك تتعامل مع سؤال اللي تشو، سواء فوكاب سواء جرامر. فاضل حاجه واحده بس هناخد ريست قبلها للي حابب يكمل، يعني للي حابب يكمل، ان الامتحان اللي انتم امتحنتوه لو عايزين تفهموا الافكار اللي فيه انا هشرحها دلوقتي، بس هناخد ريست 5 دقائق.